نرحب مرة أخرى بضيوفنا في هذا الحوار، الدكتور سعيد اللاوندي الخبير في العلاقات السياسية والدولية، وأيضا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وكنت بتقول لنا يا سعاد السفير قبل ما نذهب إلى الموجز عن التطور الذي لحق بالعلاقات المصرية الأمريكية منذ توقيع المعاهدة. تفضل. جت فترة، في الفترة الأولى كان في تطابق بين الأهداف، أهداف الدولتين من ما يسمى أو ما كان يسمى بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. لكن بوصول المحافظين مع ريغان أو اليمين الأمريكي إلى البيت الأبيض في 81 يناير 81 بدأت العلاقة تأخذ شكلا آخر، وقعدت طوال السنوات تتبلور، لكن كان تحت تأثير الفكر المحافظ، الفكر اليميني في أمريكا، إن هو لخص العلاقات أو اختزل العلاقات، العلاقة المصرية الأمريكية في المسائل الأمنية والمسائل اللي تصب في مصلحة الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، قضية الفلسطينية، منطقة الخليج، وحصر أهدافه في هذا النطاق. هنا بدأ التباين بين الرؤية المصرية لهذه العلاقات وبين الرؤية الأمريكية لهذه العلاقات. هذا التباين وصل إلى ذروته في 28 مايو الماضي، الخطاب الذي ألقاه أوباما أمام الكلية الحربية الأمريكية في ويست بوينت، عندما قال إنه إن العلاقات المصرية الأمريكية هي قائمة أو متجذرة في المسائل الأمنية. والمسائل الأمنية عنصرين، العنصر الأول معاهدة السلام مع إسرائيل، والعنصر الثاني مكافحة الجهود المشتركة، الجهود المشتركة لمكافحة ما أسماه التطرف المقرون بأعمال عنف ولم يقل الإرهاب. فدوت وصلنا هنا بقى حضرتك، ده ذروة التباين في الأهداف ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة عنصر آخر يجب أن أستخدمه في التحليل، أن العالم النهاردة مش هو العالم اللي نشأت فيه هذه العلاقة. العالم اتغير. الفترة اللي عقبت سقوط حائط برلين في أكتوبر 89 وسقوط الاتحاد السوفيتي، العالم كان أحادي قطبية. فالعلاقة كانت تعرضت لضغوط أمريكية شديدة. النهاردة العالم اتغير، العالم النهاردة ما عادش أحادي قطبية. العالم اللي احنا بنشاهده النهاردة بيبزغ عالم متعدد الأقطاب، متعدد الأطراف، متعدد القطبية. حقيقي ما زالت القوة الأمريكية من أوزان النسبية ما زالت هي المهيمنة، لكن الفارق بينها، يعني إذا خدنا حضرتك الجانب الاقتصادي، هتجد أن الفارق بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، الصين مرشحة أن هي تقترب من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2020. فالأوزان النسبية في النظام الدولي بتتغير، فيجب على السياسة الخارجية المصرية أن تعمل لتعظيم التغيرات دي لمصلحتها. هو ده التحدي الكبير أمام السياسة الخارجية المصرية. طبعا زي ما الدكتور سعيد تكرم وشرح، وإن كنت أنا مع الفكرة دي، بجد ان في بعض التحفظات عليها اللي هي التوازن في السياسه الخارجيه. انا بقول ان السياسه الخارجيه انت بتعظم مصالحك، والقوة اللي تقف معاك لتعظيم هذه المصالح هي دي القوة اللي انا اخش معاها في ائتلافات. القوة الاخرى في النظام الدولي التي تصطدم باهدافك وتصطدم بمصالحك، انت لست مضطرا ان انت تستمر في التحالف معها باي صوره، سواء تحالف رسمي او تحالف غير رسمي. انت لست مضطرا، لست مضطرا. تعال ادي مثل، امبارح في خطاب الرئيس السيسي تحدث عن القضيه الفلسطينيه وقال دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه كامله. حقوقه كامله يعني تنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه. طيب لا
تريد هذا، مش بتمارس الضغوط الكافية على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بل طيب تعارض في أحيان أخرى. لا يتحدثون عن لا، يعني في كل جهود جون كيري من يناير 2013 لغاية زار الشرق الأوسط 11 مرة، لم يتحدث في مرة منهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 242 اللي هو أساسا هو الحجر الزاوية في ما يسمى عملية تسوية. فاللي أنا عايز أقوله إن إحنا هستخدم كلمة صدام عسكري، إحنا وصلنا في حالة صدام الأهداف المصرية في صدام مع الأهداف الأمريكية من في داخل إطار العلاقات المصرية الأمريكية. النهاردة إحنا واجبنا أن نعيد أولا صياغة أولويات السياسة، إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية المصرية، دي أول حاجة. وتاني حاجة هنا، أين موقع الولايات المتحدة الأمريكية من العالم من إعادة الترتيب هذا؟ صحيح. هو ده السؤال على أساس موقعها في العالم حاليا، هو ده السؤال المطروح على صنع قرار مصر. طيب بيدخل فيها كمان في نفس السياق التوازنات اللي بتحطها القوة الكبرى في التعامل مع القضايا المختلفة، يعني بتصطدم روسيا مثلا كقوة عظمى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضية زي أوكرانيا مثلا، كمان سوريا، إيران شوية على جانب آخر. هل هذه القضايا هي مفصلية في ترتيب الأولويات أيضا للسياسة الخارجية مع مصر؟ فعلا قد تكون مفصلية، زي ما السيد السفير أوضح إن في إعادة ترتيب وفي قوة نسبية بشكل أو بآخر. نحن نعيش عالما مختلفا تماما عن العالم الذي كان قبل الحرب العالمية الثانية مثلا. يعني حتى ساركوزي عندما كان رئيس فرنسا قال ما حدش حاسبني النهاردة على إني أنا اتولدت قبل الحرب العالمية الثانية، أنا ما اتولدتش قبلها، وبالتالي أنا لست مجبرا أنا أخذ هذه القواعد التي كانت سائدة قبلها لكي أفرض عليكم اليوم. يعني بشكل أو بآخر أعتقد أن العلاقات الدولية، يعني عندما ذهب السيسي وكان وزير الدفاع مع نبيل فامي لموسكو، كان هذا يعني البعض يتصور أنه يعني نحن وجدنا بديلا عن واشنطن في موسكو. يعني قيل وقتها في الخارجية المصرية أن نحن نبحث عن بديل لأن علاقتنا هذه لا تجب تلك، لكن على الأساس الخارجية قبل يومين تكلمت أنه علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون قوية شرط احترام الإرادة المصرية. لأنهم شعروا استشعروا على الأقل أن هناك عدم احترام الأرض المصرية، باعتبار أن الأرض المصرية هي التي قامت بالثورة وهي التي فعلتها والتي اختارت السيسي، وبالتالي يجب أن تحترم هذه الإرادة، لأن هذه الإرادة هي التي دفعت لمتغيرات معينة التعامل معها بشكل يقول أن مصر رجعت الريادة، وأن نحن في عالم متعدد القيم. السفير قال مفيش يعني أحد القطبية، سنة القطبية انتهت تماما بالتفكك والتحدث فيت، كل هذه الامور اعتقد انها مهمه جدا لابد ان تطرح في الاعتبار. اما فيما يتعلق بايران مثلا، ايران اعتقد انه يعني نحن يمر الان 5 سنوات على زياره اوباما لجامعه القاهره. كان قال بالحرف الواحد ايران دوله اسلاميه كبرى ودوله شرق اوسطيه كبرى، ومن حقها ان يكون لها دور في إعادة ترتيب الشرق الأوسط. هذا ما قاله أوباما، لو قاله رئيس عربي كانت قامت الدنيا ولم تقعد. لكن أن أوباما قال هذا الشيء سكتنا. ثم إيران كان قبل 5 أيام أو 6 أمير قطر هناك وأمير الكويت هناك في قعد 5-6 أيام إلى آخره، وقبل كده ب10 أيام كان سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي دعا وزير خارجية إيران للذهاب إلى السعودية. قبل كده ب2 عامين كان العالي السعودي دعا أحمد نجان عندما كان رئيسا لإيران لحضور اجتماعات مجلس. لا نريد أن نكون إيراني يعني خليجيين أكثر من خليج أنفسهم. يعني هذه مسألة مؤكدة وشيء مهم جدا لابد أن نعرف يعتبر أيضا. يعني حتى في الكويت كان جورج دبليو بوش راح هناك، أوباما راح هناك، أو جورج دبليو بوش حتى راح هناك واتكلم كلام تصريحات ضد إيران. ثاني يوم وجدنا وزير خارجية الكويت ركب الطيارة وراح هناك إيران، قالوا إحنا أبرياء تماما من هذه التصريحات، ما لناش علاقة بيه. إذا هم حريصين على أن تكون هناك علاقة بشكل أو بآخر مع إيران.
إيران. فلماذا يطلبون منا أن نواجه إيران ونحارب إيران وسنادوا إيران وسنادوا أمريكا؟ كل هذه على مستوى التنظيم موجودة، لكن إحنا أبرياء من التمن، ويجب أن يكون الشعب المصري مصالحه التي تحتم بشكل أو بآخر لنا علاقة بهذه أو بتلك، يجب أن تكون في المرحلة المقبلة. ونحن نأمل كثيرا مع رئيس السيسي أن يكون هناك مصر جديدة والسياسة الخارجية جديدة، كل شيء جديد. أستاذ سفير، كان دائما هناك قضية محورية لمصر في سياستها الخارجية وهي القضية الفلسطينية، ظهرت بشكل جلي أيام الزعيم جمال عبد الناصر، أيام السادات وحسني مبارك، كان سياسة الانكفاء ومصر أولا إلى آخره، ولكن أيضا كان هناك اهتمام بعض الشيء بالقضية الفلسطينية. هل برأيك يجب أن تظل القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للسياسة الخارجية المصرية؟ لا شك في هذا يا فندم. القضية الفلسطينية مش قضية الشعب الفلسطيني فقط، هي أنا أنظر إلى القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري. أولا لا يمكن قبول من وجهة نظر مصرية، إن لا يمكن قبول استمرار أن الشعب الفلسطيني ما يكونش له دولة، ولا يمكن الاستمرار في قبول أن الشعب الفلسطيني يبقى شعبا من اللاجئين. ده من وجهة نظر مصر كدولة قومية، كدولة هي من الدول الرائدة في الكفاح العربي من أجل الفلسطينيين. النقطة الثانية أنه منطقة الشرق الأوسط لن تعرف استقرارا بالمعنى الحرفي للكلمة، ولن تعرف رخاء إلا أما يتم حل القضية الفلسطينية. لكن البوابة الشرقية لمصر يجب تأمينها. بقى هنا اسمح لي أرجع لسوريا، هضم سوريا مع فلسطين. احنا يجب من نظرة استراتيجية بحتة، يجب تأمين البوابة الشرقية، ويجب على يجب على صانع القرار المصري في المستقبل انه ياخد زمام المبادرة في تسوية المشاكل والأزمات المشتعلة في الشام، منطقة الشام، لانه دايما التهديدات لمصر لأن مصر كانت بتيجي من الشرق ومن حدود، يعني عشان تأمن الحدود المصرية من ناحية البوابة الشرقية يجب أن تؤمنها من عند الحدود التركية السورية وعند الحدود السورية مع العراق. هذه المنطقة مشتعلة وازدادت اشتعالا، ده في تقديري الشخصي، وازدادت اشتعالا على مدى السنوات الثلاثة الماضية لأن مصر كانت مشغولة بالأوضاع الداخلية. بمعنى آخر إذا كانت مصر خدت زمام المبادئة لتسوية الأزمة السورية في الست أشهر أو تسعة أشهر الأولى من اندلاعها في 15 مارس 2011 ما كانتش الأزمة السورية وصلت إلى ما وصلت إليه. ليه؟ لأن الأزمة السورية مفروض تحل في إطار عربي. مصر ومصر دائما كانت في مثل هذه الأزمات في العالم العربي كانت دائما بتقود الدول العربية وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية. يعني إيه حلول عربية للأزمات العربية؟ يعني أنت بتمنع التدخل القوى الإقليمية المناوئة لك، وبتمنع تدخل القوى الدولية التي لها أهداف بتتناقض مع أهداف الدول العربية. ما ده ما حصلش برضو في ليبيا، ما هو ليبيا برضو ما كانش فيه إجماع عربي أو قرار عربي يتضمن احتواء الموقف في ليبيا اللي تفجر، وما كانش فيه تصور لقد إيه في موجود سلاح وميليشيات ممكن تخرج وتنفجر شرقا وغربا. ليبيا، شكرا على أسئلة هذه النقطة. كل مشاكل ليبيا ناجمة على سوء تطبيق قرار مجلس الأمن 1973 في 17 مارس 2011، اللي سمح بالغطاء الجوي حلف بالغطاء. هو ما سمحش، وده احد اسباب الموقف الروسي والصيني في الازمه السوريه. قالوا واكدت القوتان مرارا وتكرارا نحن لا نريد تكرار ما حدث في ليبيا. ان احنا تحت غطاء قرار صادر عن مجلس الامن بايجاد حل، إن حلف الأطلنطي استخدم هذا القرار الدولي الأممي الذي صدر بناء على قرار صدر عن الجامعة الدول العربية بالمناسبة. والجامعة العربية تتحمل جزءا في مسؤولية ما